عالم إسلام الربابة بدنا في الصف التاسع. اليوم إن شاء الله رح ندرس تحولات المادة بعد ما درسنا في الحصة السابقة عن حالات المادة الثلاث. في الواقع هناك عدة تحولات تحدث للمادة، حيث تتحول المادة بين الحالتين الصلبة والسائلة، وأيضا تتحول المادة بين الحالتين السائلة والغازية. هناك تحول آخر ستدرسون إن شاء الله في مراحل متقدمة، وهو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بالحالة الصلبة، دون المرور بالحالة السائلة، ويسمى هذا التحول بالتسامي، وهذا إن شاء الله راح تدرسوه في مراحل متقدمة كما تم الذكر. وحتى يحدث هذا التحول للمادة من حالة إلى أخرى، لابد من تزويدها بكمية من الحرارة أو نسحب كمية من الحرارة منها. وقبل البدء بدراسة التحولات بين المواد، لابد من أن نراجع بعض المفاهيم اللي مرت معنا في السنوات السابقة. أول مفهوم هو درجة الانصهار، وهي درجة الحرارة التي تبدأ بها المادة بالتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. وأيضا درجة التجمد، وهي درجة حرارة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. ودرجة الغليان، وهي درجة الحرارة التي يمكن للمادة أن توجد عندها في الحالتين السيولة والغازية معا في حالة اتزان. وأيضا التبخر، وهو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. ونلاحظ أيضا في درجة الانصهار راح تتواجد المادة في الحالتين الصلبة والسائلة معا في حالة الاتزان. كل هذه المفاهيم مرت معنا في السنوات السابقة، وهي موجودة هون للتذكير فقط. نبدأ الآن بدراسة تحول المادة بين الحالتين الصلبة والسائل. وفي هذا الشكل، لو قمنا بصهر قطعة من الجليد عن طريق طبعا تزويدها بكمية من الحرارة إلى أن تتحول بالكامل إلى سائل، هذا يعني أنه جزيئات هذه المادة الصلبة راح تتباعد زي ما احنا شايفينهم في الشكل، ويعني أن الروابط بين جزيئات هذه المادة راح تتكسر وتضعف وتسلك بالتالي سلوك السوائل. في أثناء تسخين قطعة الجليد وصهرها، لو أخذنا درجة الحرارة ورسمنا رسم بياني بين الزمن ودرجة الحرارة، راح تعطينا الشكل الموجود عندنا هون، هو الشكل اللي مبين لي العلاقة بين درجة الحرارة والزمن. بنلاحظ هون في عندنا ثبوت في درجة الحرارة عند درجة 0 سلسيوس. ما سبب ثبوت درجة الحرارة عند هذه الدرجة؟ احنا حكينا هون انه المادة لما تكون في الحالة الصلبة، لما انا ازودها بكمية من الحرارة راح يصير عندنا تكسر في الروابط بين الجزيئات. اذا كمية الحرارة اللي راح تكون هون في هذه الحالة في عند ثبوت درجة الحرارة راح تثبت درجة الحرارة، لانه كمية الحرارة اللي انا قاعد بزود فيها هذه المادة الصلبة تذهب او تستهلك في تكسير الروابط بين جزيئات هذه المادة. إذا سبب ثبوت درجة حرارة بالرغم من استمرارية تزويد المادة بكميات من الحرارة هو أن هذه الكمية أنا قاعد بزود فيها المادة استهلكت لتكسير الروابط بين جزيئات المادة الصلبة، وأيضا تزويد هذه الجزيئات بالطاقة وابتعاد الجزيئات عن بعضها، وبالتالي أصبحت الجزيئات حرة وتتصرف كالسوائل. وكمية الحرارة التي تستهلك في تكسير هذه الروابط بدي أسميها بالطاقة الكامنة. ليش بدي أسميها بالطاقة الكامنة؟ لأنها لا تظهر على شكل ارتفاع في درجة الحرارة، ولكن تبقى درجة حرارة ثابتة إلى أن تتحول بالكامل من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. في حالة الانصهار بدي أسمي هذه الطاقة الكامنة بالحرارة الكامنة للانصهار، أما في حالة التبخر بدي أسميها بالحرارة الكاملة للتصعيد. إذا ما المقصود بالحرارة الكاملة للانصهار؟ هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة مع ثبات درجة حرارتها. وهي أيضا تعطى بالعلاقة كمية الحرارة اللازمة لصهر كمية من المادة تساوي كتلة هذه المادة في الحرارة الكاملة للانصهار.
وين بدنا نجيب الحرارة الكاملة للانصهار؟ الحرارة الكاملة للانصهار موجودة في الكتاب في جدول، وهي ثابتة للمادة الواحدة. الجدول الموجود أمامنا هو موجود في الكتاب في صفحة 73. هذا الجدول بيبين لي درجة انصهار كل مادة، وأيضا بيبين لي الحرارة الكاملة للانصهار. إذا الحرارة الكاملة للانصهار هي كمية ثابتة للمادة الواحدة. والآن خلينا نحل هذا المثال الموجود معنا هون. بيحكي لنا احسب كمية الحرارة اللازمة لتحويل مكعب من الجليد، معطينا كتلته 20 غرام، بدرجة حرارة 0 سلسيوس إلى ماء عند درجة الحرارة نفسها. تمام، الآن معطينا قديش الكتلة 20 غرام. أنا لازم، حكينا دائما في الحسابات لازم أحول أنا الكتلة إلى الكيلوغرام، وبالتالي بدي أشوف الكتلة لما أحولها للكيلوغرام كم بتساوي. من غرام لكيلوغرام دائما بنحكي إنه نقسم على 1000، ويساوي طبعا 2% كيلوغرام. الآن بدي أكتب القانون. كمية الحرارة اللازمة للانصهار تساوي الكتلة ضرب الحرارة الكامنة للانصهار. الكتلة اللي هي موجودة معنا 2%. برجع للجدول اللي حكينا عنه قبل شوي، وبطلع قيمة الحرارة الكاملة لانصهار الماء أو لانصهار الجليد. الحرارة الكاملة بجد إنها تساوي 3.33 في 10^5. بطلع الإجابة، بطلع معنا 6.66% في 10^3 جول. لهون بيكون انتهى درسنا. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.